سلام، مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات سلسلة الذكاء الإنساني لبناء ثقافة أسرية تهتم بغرس مفاهيم ومهارات إنسانية لدى الأبناء. نتكلم اليوم عن المروءة. المروءة هي اللي توج يمكن المهارات الإنسانية والمفاهيم الإنسانية. المروءة هي اللي توجها لأن هي فيها كل شيء وشوي زيادة. المروءة هي لما إحنا نمشي على جوانب أخلاقية لكن نضيف لها جانب هذا مو ضروري، يعني هو بيكون بعد احنا في المجال الاخلاقي اذا ما سويناه، بس هذا يودينا مستوى ارفع. لما يكون عندنا خلق المروءه، احنا نكون شخصيه السلام ينغرس في داخلنا في داخلنا في داخلنا. مع كل فعل في مروءه السلام ينغرس في داخلنا، القيمه الذاتيه تزداد بداخلنا، لان المروءه تقول لنا ان احنا عدنا من داخلنا من الكرم الأخلاقي اللي يخلينا نعطي إضافة على حتى المستوى الاعتيادي من الأخلاق. المروءة خلق جدا جدا راقي، وإحنا نشوف إذا أحد عنده مروءة يطلع في الأمور الصغيرة، ممكن مو شرط في الأمور الكبيرة، بس الشخص اللي يتعامل معنا بمروءة، أو إحنا نشوف شخص يتعامل بمروءة مع شخص آخر، يعني في حركة تصير في القلب فيها طراوة، تجيب طراوة. هذه خاصة في المروءة. الإنسان اللي عنده مروءة هذا إنسان عنده خير، عنده خير كبير، وهذا الخير الكبير يعطيه إلى الآخر، لأن المروءة لازم فيها عطاء. هذا العطاء يعطيه بسبل إبداعية. اللي عنده مروءة عنده إبداع، لأن هو بيعطي بشكل غير مألوف، لذلك لازم هو يبدع. المروءة إن إحنا عندنا موقف ممكن نتصرف في شيء إحنا من حقنا نتصرف أي تصرف، ويعتبر ممكن حتى أخلاقي، لكن لما عندنا مروءة هني إحنا بنخلي إضافة، هذه الإضافة فيها جمال أخلاقي من مستوى أرفع. الحين هذه مو معهودة دائما، مو كل ولا كل شخص يتصرف على أساسها، ولا إن في نوع من أنواع القوائم اللي فيها في هذا الموقف المروءة كذا، في هذا الموقف المروءة كذا. كل موقف بحسب الإنسان بداخله، المروءة اللي عنده إياها ذاك الوقت لما شعلتها أو الضياء مال هذه المروءة يجي في أذهاننا وفي قلوبنا، هذا يولد إبداع. الإبداع اللي يتعلق بالعطاء، الحين هني نعطي الآخر بمروءة، ودائما في تواضع، دائما في جمال. المروءة دائما فيها تواضع، دائما فيها جمال. فلما إحنا يكون عندنا المروءة، الآخر يستلم هذه المروءة يغرس جمال بداخله، إحنا تنغرس جمال بداخل، ينغرس جمال بداخلنا. أحيانا ممكن الآخر قلبه ما يستقبل بذور حية من هالنوع، بس هذه البذرة إحنا حطيناها. أكثر القلوب تقدر تحصل لها أرضية إن هذه البذرة تنغرس ويصير فيها جمال، بس اللي ما عنده إياها يمكن هذه المروءة اللي إحنا نسويها هي أصلاً تحرك في قلبه جانب ممكن ما تحرك قبل. هذا الخلق الجميل والراقي كل واحد يقدر يخليه بداخله بشكل مختلف، لأن المروءة مرتبطة أيضا بالإبداع. بس خلنا نشوف بعض الأمور اللي تساعد لغرس المروءة كثقافة أسرية. إن نختار إن نكون إحنا الشخص اللي يحمل مروءة في البيت، لأن هذا أجمل لنا، أجمل لنا. الشخص اللي يختار المروءة هو إنسان جميل بداخله أصلا، وهذا أجمل لنا كآباء إحنا نختار، وأجمل لأسرتنا أيضا. ونتذكر إن ما في مروءة من غير تواضع. أحيانا إحنا نبغي ندخل في أمور راقية هالشكل، بس يصير عندنا عجب من أنفسنا بعد، إيه أنا عندي مروءة، وبعدين نمن على الآخر إن أنا عندي مروءة. هذا هني مو مروءة، هذه إذا التصرف إحنا سوينا تصرف راقي بس الدافع مال التصرف غير راقي، ما يعني أنه هو مروءة. نتذكر أن المروءة هي مخلوطة بالتواضع، ما يصير عندنا مروءة ما عندنا تواضع، أو أن احنا من على الآخر أن أنا كان عندي مروءة تجاهك حتى لو في أذهاننا. هذه أيضا مو من المروءة، مو من المروءة أن
احنا نقوم بفعل ونمن على احد لان احنا سوينا فعل معين. نختار ان نضيف مروءة لكل عمل نعمله، وهذا ايضا يخلينا نشعر بجمال عميق في قلوبنا. وخلينا نشوف اذا احنا في اليوم 3 مرات على الاقل مثلا، او مرة او 10 عملنا أضفنا مروءة للأعمال اللي نسويها، ونشوف إنه خاصة في الأسرة نشوف هذا لأي درجة يغير في قلوبنا. أي عمل نسويه ممكن نضيف عليه شوي شيء، نبغي نقول كلمة لأحد نضيف عليه، حتى لو في نيتنا إن إحنا بنقول هذا علشان إن هذا الإنسان يكون إنسان أفضل. فبقول كلمة إن تذكره في إنه هو عند القدرة إنه يكون أفضل. أحد يحتاج شيء، إحنا قاعدين نساعده جسدياً حتى في عمل يتوقع منا مستوى، إحنا نخلي شوية زيادة إحنا مو متوقع منا، وهذا ما له نهاية. والجانب الآخر إن نتكلم عن قصص لها علاقة بالمروءة. هذه القصص ممكن إحنا نقولها من الآخرين اللي نسمعها من التاريخ، وإحنا نصير كأسرة أيضاً إحنا تكون عندنا قصص للمروءة حتى نتكلمها مع بعضنا. ومهم أيضاً نحن نشوف المروءة في أبنائنا وندور عليها، ندور عليها ونشوفها، ولما نشوفها نقولها لهم علشان يعرفون إن هذا تصرف مروءة، ويعرفون نحن نشوف هذا التصرف فيهم، ينغرس هذا فيهم بجمال أيضاً. شكراً ودمتم بسلام وانشراح.